جديد معاكم في مدرسة عبد الله بن جاسم الثانية النمذجية للبنين للحديث عن تنفيذ الهلال الأحمر القطري البرنامج التدريبي والتثقيفي الثانوي للمدرسة الأمنة. راح يكون معي أخوي عيسى الذبحاني أحد المدربين في فريق البرنامج التدريبي. أخوي عيسى في البداية نرحب فيك على قناة الريان. هلا والله أخوي. أخوي عيسى لو نتكلم في البداية عن يعني شلون تشوف مدى الاستفادة المدرسة من برنامجكم التدريبي؟ ما شاء الله احنا عندنا في الدوحه الحين كملنا تغطيه تقريبا 60 مدرسه. الاستجابه بالنسبه للمدارس والطلاب جدا كانت عاليه ما شاء الله. يعني سنه عن سنه المدارس يتواصلون معانا يقولون ان يعيدون البرنامج يسوونه، الطلاب ما شاء الله عليهم جدا متفاعلين وينفذون الخطوات الامنه للخروج بشكل امن من المدرسه في وقت حدوث الزلازل. طيب أخوي عيسى لو نتكلم يعني كم سنة أنتم مستمرين في هذا البرنامج وما الهدف الرئيسي منه؟ إحنا الحين صار لنا في البرنامج هذه السنة الثالثة، واليوم الحمد لله أول مدرسة في أول سنة دراسية. والهدف منه؟ الهدف منه اللي هو سلوك آمن، استجابة فعالة، مخاطر أقل، وبحيث إنه الطالب إذا صار أي زلزال أو أي شيء يكون عندهم وعي كامل في الإجراءات اللازمة اللي لازم يسوونها والخطوات اللي يتبعونها، ويطلعون بطريقة سلسة وآمنة للمكان نقطة التجمع الموجودة عندهم في المدرسة بأقل مخاطر وأقل ريسك يكون بالنسبة للطالب يعني والمدرسة والكادر التعليمي كامل في المدرسة. طيب انت يعني ذكرت الوعي للطلاب ايضا لل يعني المدرسين والمدرسات خواتنا واخواننا. طيب بالنسبه للكادر التعليمي او الاداري للمدارس، هل شوف شلون شفت استجابتهم مع الفريق؟ والله استجابه طبعا كل مدرسه ما نجيهم الا عقب ما طلب من الكادر الاداري ان نبيكم تجون تنفذون عندنا البرنامج التدريبي، من انه يوم شافوا ان في استجابه كبيره من المدارس الثانيه. فالحمد لله عندنا احنا يوم نقدم البرنامج عندنا ثلاث برنامجين حق الكادر التعليمي اللي هو الدعم النفسي والاسعافات الاوليه، وبحيث انه بعد المدرسه كل مدرسه ما شاء الله عندهم الفريق الطبي نقول عليه الفريق الطبي والاسعافات اللي يعني ايوه. فهذا الفريق في كل مدرسه اذا صار لا قدر الله اي حدث هم مستعدين يكون عندهم كل التهيئات ان يستجيبون بشكل مباشر للشيء اللي صاير في المدرسه. طيب انت كاحد المتدربين او احد المتطوعين في فريق الهلال الاحمر، يعني ايش اهم التدريبات اللي انتم تخضعون لها الطلاب والافراد في المدارس؟ احنا كفريق مدرسه امنه احنا ندرب الطلاب شلون استجابه ل مخاطر الزلازل. احنا الحمد لله رب العالمين يعني ما جانا زلزال وان شاء الله الله يبعد عنا كل شر، وبس ان احنا جانا خلال السنوات الماضيه ارتداد لزلازل صارت خارج البلاد. فاحنا بس شلون نكون ان على استعداد اذا صار لا قدر الله سمح الله ان اي شيء، شلون الطلاب يكونون يعرفون يتصرفون، مو بان التسرع والتأني ان خطوات تكون بسلام، شلون يطلعون بحيث ان ما يصيدهم شيء في نفس الوقت انهم يطلعون سليمين من المكان الخطر. هي للامانه فكره وايد ناجحه وفكره جدا جميله ان انت تعلم الطلاب ايضا خواتنا المدرسات او ايضا اخواننا المدرسين ان شلون يتعاملون مع الكوارث الطبيعيه أو أي شيء يفاجئهم إن كان في مدرسة أو حتى في شارع أو في أي مكان في بلادنا الأمينة قطر. طيب كم عدد المدارس اللي أنتوا عملتوا فيها في السنوات الفائتة أو في السنة أو في هذه السنة؟ إحنا تقريبا الحين خلصنا 60 مدرسة في عدد كادر تقريبا 40,000 مستفيد من هالبرنامج سواء طلاب أو كادر تعليمي، وإن شاء الله إحنا مستمرين وكل سنة العدد المدارس تزيد سنة عن سنة. يعرفون على البرنامج وعدد المتطوعين والمدربين قاعدين يزيد ويا أكثر الحمد لله. طيب أنت حين في نهاية لقانا معاك أكيد عندك نصيحة توجهها لإخواننا الطلاب أو عيالنا أو أيضا الكادر التعليمي اللي أنتوا تتواجهون معاهم في المدارس، شنو نصيحتك لهم؟ والله نصيحتي إحنا نفس الشعارنا اللي موجود سلوك آمن،
استجابة فعالة، مخاطر أقل. هاي إحنا كل هدفنا إن إحنا نقلل أي نسبة خطر راح تصير في أي مكان في البلاد. يعني إحنا نحاول قدر الإمكان إن ننشر الوعي، بحيث إن يعني في الأخير هذول الطلاب أخواننا وعيارنا، فما نرضى إن هالشيء أي شيء أي مكروه يصيدهم. فإن شاء الله إحنا قدر الإمكان الله يقدرنا على فعل الخير، وراح نقدر نوصل أكبر رسالتنا لأكبر شريحة موجودة في البلاد. أخوي عيسى ذبحاني أحد المدربين في فريق البرنامج تدريب الهلال الأحمر، أقول لك بيض الله وجهك. وجهك أبيض، يعطيك العافية. الله يسلمك. نعم أختي في الاستديو، أيضا خلينا نشوف أحد أبنائنا اللي كانوا مشاركين في البرنامج التدريبي، راح نتعرف عليه. حياك، تفضل معي، عرفنا باسمك. محمد فران علي البريد المري. محمد، ونعم محمد، شو اللي استفدته في البرنامج التدريبي؟ حياك. استفدت أن لازم أعرف هذه القوانين. صحيح. يعني لو صار له إن شاء الله حد غم عليه حد، أروح وأعلم المرضى وحاله أحاول أن يصح. طيب مثل هاي التدريبات اللي أنت تشوفها، وأيضا أنت يعني وزملائك في الصف تشوفونها أنت وربعك، استفيد منها، استفدت منها، عرفت شلون الطريقة الإسعافات الأولية، شلون تسعف واحد مثلا ربيعك معاك في الصف طاح أغمى عليه، شلون تسعفه؟ إيه استفدت واجد. تحبون مثل هذه البرامج إن تجيكم المدرسة تستفيدون منها؟ أكيد. طيب أخوي محمد بيض الله وجهك، ونقول لكم مرحبا بك. نعم أختي في الاستديو، كنا معاكم في مدرسة عبد الله بن جاسم الثاني نموذجي للبنين، وكنا نتكلم عن تنفيذ الهلال الأحمر البرنامج التدريبي والتثقيفي السنوي للمدرسة الآمنة. هذا ما لدي، نرجع لكم في الاستديو.